فين يا جعفر؟ يا جعفر؟ مريم تعال تعال تعال. ايه فينك؟ في حد من قرايبك هنا؟ لا مفيش حد. يلا اتحرقوا، عامله ايه؟ الحمد لله. انت وحشاني، مش عايزه اجيلك كل يوم، تزهقي بصراحه. معقوله ازهق منك انت؟ ده انت فرس احلامي اللي بدور عليه من زمان. بتتكلمي بجد؟ اه طبعا. طب تعالي. ايه؟ تعالي بس غمضي اهو. هوب. ايه ده؟ كل دي فلوس؟ ومن هنا ورايح كل اللي هتحلمي بيها هيتحقق في ثانية. بجد؟ اه والله. انا مش عارفة اقولك ايه. ولا حاجة. انا لازم اقول لولاد عمي. لا بصي بقى، شرط الوحيد ولاد عمك ما يعرفوش اي حاجة من اللي بينا، اتفقنا؟ ليه؟ سيبينا نتصرف، يحقدوا عليكي. صح. بقولك ايه؟ ايه؟ يلا قبل ما حد يجي شوية حب بقى. نحب شوية؟ يا ريت. يا بوتي بوتي صغنونة يا لوح قلبي. ايه ده؟ انت بتحبي كريم ابن اختك يا بت؟ بوتي مين؟ بيبي مالك؟ بيبي ايه وزفت ايه؟ لازم تعلمي الحب من اول وجديد. ما انا مش عارفه اعمل ايه. قولي لجعفر اهو يعلمك. يا خبر ده، قاسم باشا متعور. يا نهار يا لهوي عليا وعلى اللي جرالي. ايه مالك يا باشا؟ حد يحاسب الاسعار؟ هحاسب انا الاسعار. تعالى يا اخويا سندني. تعالى يا باشا. تعالى. اشوف فيها يوم هي وعيلتها يا رب. مراتك تاني اكلت الاسفلت. هنعمل ايه؟ الله يخرب بيتها. كل الستات كده. اه يا ايدي يا نار. معلش استحمل. اه يا رجلي يا نار. اه يا جسمي يا منمل. اه يا شعري يا مأمل. اه. لا ده خطر. ده الوكيل يا اخو. هندهولك. هات الوكيل. والنعمة هندهولك. ده الوكيل. والله هندهو بس سيبني. تعال. تعال. يا وكيل باشا. ألف سلامة. على مهلك على مهلك. وكيل باشا. حسبت الأسعار. آه حسبت الأسعار. تعال يا بيه. تعال الحق. تعال خلاص بقى، هم خدوا اللي فيه نصيبه ومشي. معلش. إيه قاسم؟ قاسم باشا. إيه اللي عمل فيك كده؟ تعال. آه. في إيه؟ الدكتور بتاع الأسعاف بيقول لحضرتك لو ال 24 ساعة الجايين عدوا على خير هيبقى في خطر على حياته. إيه؟ قال ايه الواد ده؟ تعالى تعالى يا وكيل. في ايه؟ سندني. عيلة مراتي ضربوني على الاسود، ابعد عني. يا خضتني، ما بيضربوك على طول، ايه الجديد يعني؟ المرة دي غير كل مرة، الضرب ما خلينيش في وعي. جابوا لي عقد وقالوا لي امضي انك بعت المصنع وانك قبضت ثمنه بالكامل. وخدوا العقد سجلوه في الشهر العقاري ومنزلين المصنع في المزاد. يعني المصنع راح؟ راح يا وكيل وانا ضعت. مصنعي ده يعني اكل عيشي. يعني مصدر رزق الوحيد، يعني ظهري وقيمتي وسندي في وسطيكم. خدوا مني كل ده وانا عمري ما اذيت حد. عملوا فيا كده ليه يا وكيل؟ عشان انت طيب يا قاسم. وده جزات الطيب؟ ايوه. يعني لازم انهش في الناس عشان اضمن ان محدش يأذيني. لازم يبقى لي انياب وضوافر عشان اقدر اعيش. ليه يا وكيل؟ ليه الناس ما تبقاش مسالمه زيي؟ عموما يا قاسم، انت اللي جبت كل ده لنفسك من الاول. وانت كنت فين؟ نعم. الاسم ولاد عمي. يعني ايه؟ دمي ولحمي وقرايبي قاعدين بتتفرجوا علي عشان لمعها تقول لي انت اللي جبته لنفسك. لا يا قاسم لا، اوعى تتهمني انا الاتهام ده. انا ياما وقفت جنبكم وفي ظهركم، ياما اتخانقت واتضربت بسببكم، ياما استلفت ومديت ايدي اللي يسوى اللي ما يسواش عشانكم. فاكر يا قاسم ولا تحب افكرك؟ تعبان يا وكيل، تعبان قوي. هبوس ايدك ما تبعدش عني، انا محتاج لك اكتر من الاول. انت ابن عمي الكبير، دبرني. كل واحد فيكم بيتصرف من دماغه، ولما يقع يقول لي انت الكبير دبرني. احنا ملناش غيرك. خلاص طلق مراتك ده الاول يعني. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ علشان خاطر عيالي. ذنبهم ايه تشحططهم؟ دول بنتين يا وكيل، بسم الله ما شاء الله ابتدوا يكبروا دلوقتي. هما سنهم قد ايه؟ الصغرى 12 والعظمى 14. انت مخلي في درجات حراره. كاتك نيل على ميزان الميه اللي انت متجوزها دي. ده دول اللي خلفتهم في القاهره، اما في جنوب الوادي من المتوقع ان من المتوقع تخلف لك ايه؟ زوابع؟ امطار؟ خلي عندك كرامه وطلق. والعيال؟ هيتربوا. طلق. مين هيربيهم؟ طلق. ست السيدة بنت بركات.
انت طالق طالق طالق. هي هنا؟ طب اطلق مين يا انا؟ بتطلقني انا؟ هطلقها. امتى؟ الحلم مش مستحيل لكن تحقيقه مباح. جاتك نيله في خيبتك. ما تخافش عليا. يا اطلق. هطلقها. هطلقها. امتى؟ اجيال وراء اجيال. اجيال ايه؟ على خدوا منه المصنع وماشي يقول اجيال. اجيال ايه؟ عايز المصنع. يا ريت يا عفروت باسمك. لا لا يرجع باسم. سيبنا كبرك بقى. معلش يرجع باسم ياسر. حاضر ابن عمي. حاضر. هو صاحب المصنع ويا ريت يرجع مسجل باسمه في شهر العقاري. عيوني ليك والله خدمه ما هنساها لك. عايز حاجه تاني؟ لا ونظرا لظروفك الصحيه صدق يا عفروت في دماغي خطه لو نفذتها هتلاقي المصنع جاي. بس انت بتعصبني ليه؟ خطه ايه وزفت ايه؟ ده انا جايب لك المصنع كله فوق السطوح، ده انا عفروته انت مش عارفني؟ ما هو المصيبه ان انا عارفك. ليه في ايه؟ في ايه؟ ها؟ ايه؟ اي تركه جكجوكه رمسيس عتبه غامره وحياه غلاوتك ثلاث دقايق والمصنع يبقى عندك. والله تبقى خدمه العمر. يلا تم جميلك وهات 4 جنيه خلاص. يا عم روح بقى 4 جنيه ايه؟ يا لاختك العفريت اللي نازل يقلبني كل شويه ده. خلاص انت مش عارف اشتغل يا وكيل. ايه الدوشه دي؟ خالد ابن عم استاذ جعفر جارنا الجديد. انا هتعرف بيه. مساء الخير يا حبيبي. زي ساعتك قاسم. انا صديق الوكيل وبالصدفه عرفت عنكم اخبار يعني. بس اخبارك انت مضايقاني قوي. الحمد لله. انا عارف انا ظروفي وحشه. ليه ليه ضيعت نفسك؟ اللي عنده مصنع واللي عندها ملايين. يا استاذ جعفر انا فلوسي كلها راحت على تجاربي العلميه. وجاهل زي ما انت. وزي ما انا بقرا واقفه قدامك. طب ايه رايك نشتغل مع بعض والنص بالنص؟ اتمنى بس انا مش لاقي اكل. انا معاك ما تقلقش. محبه محبه. نعمل ايه؟ المصنع بتاع قاسم في مزاد. ايه رايك لو يرسي عليك؟ بأمارة ايه معيش فلوس؟ يا جدع انا معاك ما تقلقش والنص بالنص. محبة طبعا. فين؟ اسباني على الزمالك. فين؟ 12 شارع حسين العاشر. بسرعة تاكس تاكس. قاسم قاسم ده كان واقف معايا دلوقتي. قاسم لا مؤاخذة يا ستي ما اعرفش انك عريانة. ايه الليلة دي؟ ستك تعالى هنا. انت بتنده عليا ليه؟ ايه ده؟ مالك بقيت شبه امي كده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ يا عم انت بتنده عليا ليه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ بص انا مش هخبي عليك، انت ابن عم كبير. انا كنت بلعب بينج. بينج وانت عيان؟ ما هم قالوا ان البينج بيخفف الالم، قلت العب ماتشين. يا لهوي! قالوا لك البينج ده؟ ايوه بيخفف. يا قاسم قالوا لك البينج ده؟ ايوه والله قالوا لي. مين اللي قالك؟ كمان الشهر اللي جاي لازم ادخل دورة انتي بايوتيك. اه طيب تعال يا قاسم. لا طبعا. بص اذا انت مصر بقى يا حبيبي تخش الدوره دي لازم لازم. ركز على اللبوس. على قد ما تقدر خد لبوس مفيد. ده هيخليك فريره في الملعب. فريره ايه ده؟ ده انت هتجري جري. اه والله انت جربته. طيب ممكن بقى اتكلم معاك كلمتين مهمين؟ اتفضل. المصنع بتاعك يا قاسم ما هو راح. لا ما راحش. هيرجع مسجل باسمك في الشهر العقاري دلوقتي اهو. تلعب بعواطفي؟ لا والله يا اسف. امال هيرجع ازاي؟ جعفر هيجيبه. جعفر مين؟ جارنا الجديد. يا سيدي تجيب جعفر تجيب الخطيب تجيب اي حد بس المصنع هيرجع. هيرجع يا اسف هيرجع. ساعتها بقى انا اللي هروح اقابل حماك. ايوه اقول له انت راجل جبان ما عندكش ضمير. ايوه خد بيه اتعدي ضهري. موجودة هنا يعني؟ افتح المزاج. مش لما الناس تيجي يا عم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ المزاج. يا باشمهندس. أيوة بيه. ممكن بعد إذن حضرتك دقيقتين بس عندي واحد صاحبي جاي بفلوس. ماشي يا بيه. دقيقتين لو سمحت. يا مسهل يا رب. يا مسهل يا رب. ترى أنت فين يا جعفر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنت فين يا جعفر أفندي؟ بدأوا؟ إيه؟ بدأوا؟ شنط مليانة فلوس أهي. وأنت معكش فلوس؟ أنا مش لاقي أكل وأنت ورطتني وهتسيبني يا جعفر أفندي ولا إيه؟ 1500 طوب قماش في المخازن. نبدأ بكام؟ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه. طب كملي بنطلونك الأول بلا 100,000 جنيه. ومتحمسه قوي. ممكن دقيقه اظبط حاجه انا وشريكي بعد اذنك؟ اتفضل يا بيه. لازم نسيطر على المزاد. هنسيطر عليه ازاي؟ ما تقلقش. 1500 طوب قماش في المخازن. زعفران ايه؟ انت شفت اللي انا شفته؟ ايه؟ عربيه ازازها في مي اسود دخلت شالت الراجل اللي كان واقف هنا.
افهمك بعدين. تفهمني ايه؟ انزل اللي يقولوا عليك نصاب. كان في حد واقف مكاني هنا؟ بعدين بعدين بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي يا ابو العم خبر ايه؟ خرمت ودني. انا اسف انا اسف. كلكم عارفين قيمه المصنع في المنطقه، في اول ما يا ابو العم تدخل ان التبل المزاد شغلك ده. انا اسف يا عمده. اتفضل يا عمده ارتاح. قعدنا. بسم الله الرحمن الرحيم يا ابو العم خلص الكلام. هنبدا بسم الله ب 20 مليون. 21 مليون. خالد بيه 21 مليون. 22 مليون. محاسن الحلو 22 مليون. 23 مليون. الدبه اللي بتربيها الست محاسن 23 مليون. 24 مليون. 24 مليون. 15,000 جنيه. ايه خبر ايه؟ اطلع بره. اطلع بره. ايه فلوس وانا هرب بيها؟ فلوسك دي تروح تجيب بيها بقره تجري وراها في الغيط. الناس بتقول ملايين. الباشا قال كام؟ 24 مليون. 24 مليون. 30 مليون. ايه؟ 30 مليون. زعفران يلا على السيرك القومي. يلا يلا اهو. ايه مين؟ النص نقل السودا. افهمك بعدين. شالت الست محاسن وسابت الدبه وخرجت. تبعي تبعي. تبعك ازاي؟ ما تقلقش. خالد بيه قال 30 مليون. يا عم وعهد الله ما قلت حاجه. الست محاسن قالت 30 مليون. يا عم ما... لا اله الا الله. خبر يا ابو عم. انا مش فاضيلك وريت المزاد تاني. يا حاج الحلوه اللي احنا اسفين لو كنا ضايقناك يعني. يلا يا عم عمران ارمي رميتك. 17,000 جنيه. الباشا 30 مليون. 30 مليون. 31. 32 مليون. 32. 35 مليون. يا راجل اطلع بره بلاش كدب بقى. 32. 33. 34. 35. 36. 37 من قلبي. 38 يا عمر. 22 عباس العقادي دور الرابع شقه 10 المفتاح تحت الجواز. دلوقتي؟ الولايه دي نصابه. 36 مليون. 36 مليون. 50 مليون جنيه. هتوحشنا والله. 50 مليون جنيه. والله هتوحشني. لا اله الا الله. لا اله الا الله. هو بعد عنك داخل عينيه مغربه وشكله بنموت وكان قاعد بيتفرج على التلفزيون وطلب كوبايه شاي سكر زياده وقال ماما وحشتني. شفت؟ وقال شوف ابني تامر، وتامر كان في المدرسه ساعات. الباشا 80 مليون. 80 مليون. 18,000 جنيه. زعفران على اسوان. يلا يلا يا عمده القطر. يا باي يا باي يا باي. يلا بالسلامه. يا باي يا باي. 19,000 جنيه. يلا افتحوا. المزاد باطل. باطل. المزاد باطل. الباشا 99 مليون. 99 مليون. 100 مليون جنيه. ايه اللي دخل علينا ده يا عم؟ دي عربيه تنشوكي تقريبا. ده بعد عنك جاي من ايام الكفار. شكله داخل يشتري عبيد مش يدخل مزاد. زعفران ما تقلقش من اي حاجة كله تحت السيطرة. لا ده باين عليه من العيلة. زعفران طلع جواز. تكل انت يا زعفران. امسك. مين الراجل ده؟ جريعة فروت. انت مش عارفني ولا ايه؟ يخرب بيتك يا واو. اخيرا حبيبي. عامل ايه واو؟ مية مية. يلا سبقنا على برا. خد الناس دي سويها. المزاد ده اي كلام. اطلعي بره يا فاشله. الحمد لله. ايه هو حضرتك عندك اصحاب من قريش؟ اوعى تعدي حدودك. والله ده جاي راكب حصان ملاك ابو لهب وبتاع وراكبه بره. افهمك انا يا عم تفهمني ايه؟ انا مش بني ادم. سحليه واقفه معاك؟ اوعى انسفك. خلي بالك. انا اسف. اسباني على بيتكم عشان نقلب الوليه تخيني قريبتك دي. يلا هنقلبها. يلا طب هعمل جرد المصنع وحصان. جرد ايه وانت لسه اتنيلتش؟ لو سمحت جرد بس. زعفران بلاش سخافه. ما تخافش مش هيعمل لك حاجه يا استاذ. بلاش سخافه مش هيعمل لك. مش انا يا ابن المتخلف.